أهلا بكم إلى حروف اللغة العربية. سنتعلم اليوم الحرف ر. ر ر آ ر ر ر رأس ر ر رأس ريم ري ري ريم رمل ر ر رمل نكتب ر في أول الكلمة ر ر ر ر أرنب ر ر أرنب ورد ورد ر ر شجرة ر ر شجرة نكتب ر في وسط الكلمة ر ر أو ر ر شعر شعر ر ر شعر زار ر ر زار زهر
ر ر زهر. نكتب ر في آخر الكلمة ر ر أو ر ر ر ر فتحة ر ر ضمة ر ر كسرة ري ري سكون ر 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 التمرين الأول اكتب حرف ر في مكانه بالشكل الصحيح رأس رأس قرد قرد ورد ورد زهر 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 التمرين الثاني اقرأ ر بحسب الحركة شجرة ر ر شجرة
شعر. رن رن شعر. أرنب. ر ر أرنب. التمرين الثالث. صلوا بين الحروف، وضعوا الحركات عليها. د ر بن. د ر بن. درب. درب. ب ذ ر. ب ذ ر. بذر. بذر. ن ر ن ر نهر. نهر. ر د. ب ر د. برد. برد. تعلمنا الحرف ر. شكرا لكم، إلى اللقاء.